تواصل المملكة العربية السعودية احتفالاتها بمناسبة يوم التأسيس وسط حضور غفير من المواطنين والمقيمين. وشهدت فعاليات يوم التأسيس عروضا حية تقدم لوحات فنية تعكس مراحل ملحمة التأسيس، وذلك تحت شعار يوم بدينا. المزيد في التفاصيل في التقرير التالي. هذه الأرض بأغنى العبارات. عام 1727 كان عاما استثنائيا بالنسبة للمنطقة، حيث شهد هذا العام ولادة الدولة السعودية الأولى، ففيه انطلقت راية التوحيد تجوب شبه الجزيرة العربية لتأسيس الدولة الحديثة، وهي الراية التي حمل لواءها الإمام محمد بن سعود حينما تولى حكم الدرعية في العام نفسه. وتخليداً لهذه اللحظة المباركة، تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى التأسيس في جميع مناطقها ومدنها، وعلى رأسها العاصمة الرياض مهد الدولة الأولى. وقد انطلقت أولى الفعاليات بمسيرة البداية، والتي قدمت مشاهد استعراضية تروي ملحمة انطلاقة تأسيس الدولة السعودية. اليوم حقيقة نعيش حدث كبير بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية، وحقيقة المشاركة رائعة من دول الخليج ودول العربية والمسلمين على هذا الحدث ويوم التأسيس، اللي يعني حقيقة مرور الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة تاريخ كبير جدا، يعني لنا كثير حقيقة. نتذكر عاداتنا وتقاليدنا، نتذكر موروثنا، نتذكر حقيقة فلكورنا، المحافظة على تراثنا، نتذكر أجدادنا، نتذكر حقيقة هذه الجهود الكبيرة لهذه المملكة العربية السعودية اللي وحدت أركانها من الشمال للجنوب من الشرق إلى الغرب. سعيدين وفخرين كسعوديين وسعوديات بهذه الذكرى المباركة من تاريخنا، وكان للمرأة السعودية حضور قوي في تنظيم لهذه الفعاليات مثل ما كان لها دور في لحظات التأسيس وصولا إلى توحيد مملكتنا الغالية على قلوبنا. إحنا اليوم كسعوديين لما نقف ونشاهد هذه اللوحات الشامخة من هذه الأرض من يوم تأسيس هذه الأرض، أكيد كل فرد سعودي يشعر بهذا الفخر. اليوم أنت شفت لوحات متتابعة من تأسيس هذا الوطن الغالي إلى اليوم. في هذا اليوم تتجدد مشاعر العزة والفخر لدى السعوديين والسعوديات بتاريخ دولتهم العريق الممتد من 3 قرون من الإنجاز وتطويع المستحيل لوضع اللبنة الأولى لرحلة البناء والتوحيد، وتأكيداً على مواصلة ما صنعه المؤسسون الأوائل. ذكرى يوم التأسيس مناسبة وطنية سعودية تأتي لاستذكار ملحمة تأسيس الدولة على يد الإمام محمد بن سعود ومحققته من أمن واستقرار في هذه المنطقة. بسام البدوي، تلفزيون البحرين، الرياض.